تقول السائلة: النساء يذهبن إلى المسجد أو إلى السوق على شكل جماعة من النساء بدون محرم. نعم. هل النساء يذهبن إلى المسجد أو إلى السوق مجموعة من النساء بدون محرم معهن، هل ذلك جائز؟ المحرم إنما يشترط للسفر، أما ذهابها للسوق أو إلى المسجد لا يشترط له محرم، لكن عليها أن تتحجب وأن تتجنب الاختلاط وأن تتقي الله سبحانه وتعالى، ولا تحتاج إلى محرم في البلد. وذهابها للسوق أو ذهابها للمدرسة أو ذهابها ما تحتاج إلى محرم، لكن لا تركب مع سائق أجنبي ليس محرما لها في سيارة، ما تركب وحدها مع رجل غير محرم لها، لأن هذه خلوة وليست سفرا، فلا يجوز لها أن تخلو مع رجل ليس من محارمها سواء في سيارة أو غيرها، ولا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. نعم.